بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات من كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فعنوان هذه المحاضرة بعون الله تبارك وتعالى هو التحذير من السبع الموبقات التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام، وحذرنا منها بقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث المتفق على صحته، كما جاء في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. أي قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعيد الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه هي السبع الموبقات، والعياذ بالله، هذه هي السبع الموبقات التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم، ونهانا عنها نبي الرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشدها وأعظمها خطرا الخصلتان الأوليان، وهما الشرك بالله والسحر. فأما الشرك فهو أعظم الذنوب وأكبرها وأخطرها وأشدها جرما عند الله سبحانه وتعالى، ولم يعص الله تبارك وتعالى بذنب أعظم من الشرك. ولهذا حرم الله على المشرك الشرك الأكبر، حرم الله عليه دخول الجنة إذا مات على الشرك بدون توبة، حرم الله عليه المغفرة ودخول الجنة، وحرم عليه الشفاعة، يعني وهو يعني محروم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شفاعة الشفعاء، حرم عليه شفاعة الشافعين، وحكم عليه بالخلود في نار جهنم أبد الآباد ودهر الداهرين، وجعل عمله باطلا حابطا فاسدا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل عمله كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد، كما جاء في الآية في سورة إبراهيم: ذلك هو الضلال البعيد، وأعمال أهل الشرك كسراب بقيعة
يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كما أخبر الله تعالى بذلك في القرآن الكريم. أما كونه أعظم الذنوب وأكبرها فلأن الله حرم على صاحبه المغفرة ودخول الجنة، وقال تعالى فقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى مخبرا عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والمشرك عمله باطل حابط لا يقبل الله منه عمله مهما عمل من أعمال صالحة، لو قام الليل وصام النهار وزكى وحج واعتمر فإن ذلك مردود عليه، وساعد المساكين فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا ما دام أنه قد أخل بأصل التوحيد، بأصل الأصول الذي هو التوحيد الذي هو الأصل والأساس لقبول جميع الأعمال. قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقد أخبر الله تعالى عن صفوة خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء السابقين من قبله بأنه لو أشرك لحبط عمله وكان في الآخرة من الخاسرين، وإنما المراد بذلك تنبيه غيره عليه الصلاة والسلام. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد عصمه الله عز وجل من الشرك وغيره، عصمه الله عز وجل من ذلك كله. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأخبر الله تعالى عن أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن معه من الأنبياء في سورة الأنعام وما أثنى به عليهم من الخصال الحميدة. ثم قال تعالى بعد ذلك ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو أشركوا لحبطت أعمالهم وفسدت ولما قبلها الله ولم يقبلها الله عز وجل ولم يقبلها الله تعالى، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بنا يا عباد الله؟ فعلينا أن نحذر ونحذر من الشرك يا عباد الله، فإنه أعظم خطر في الدنيا والآخرة. وأما كونه أظلم الظلم فلأنه صرف لخالص حق الله تبارك وتعالى، صرف لخالص حق من له العبادة يعني الذي هو الله عز وجل، فهو صرف لحق الله سبحانه وتعالى إلى غيره ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فيصرف العبادة لغير الله الذي لا يستحقها. قال تعالى مخبرا عن لقمان عليه الصلاة عليه السلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون،
شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس الذي تعنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك. وأما كون الشرك أكبر الذنوب وأكبر الكبائر وأعظمها عند الله فمأخوذ من الآيات القرآنية المتقدم ذكرها ومن حديث عبد الله بن مسعود الثابت في الصحيحين وغيرهما رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله عز وجل، وفي رواية أي الذنب أكبر عند الله عز وجل، فقال له صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وحديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فذكر في مقدمة هذه الأحاديث الشرك، ومنها الحديث الذي هو موضوع المحاضرة، يعني أنه قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر في المقدمة الشرك بالله والسحر إلى آخر الحديث. وقد رتب الله تبارك وتعالى عقوبات متنوعة ومؤلمة في الدنيا والبرزخ والآخرة لمن أشرك به سبحانه غيره ومات ولم يتب من ذلك، وهي عقوبات في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ بعد الموت ويوم القيامة الكبرى في دار القرار والمعاد يوم القيامة. فأما في الدنيا فإنه حلال الدم والمال والأهل والذرية سبيا، يعني إذا حان حين الجهاد في سبيل الله الجهاد الشرعي تحت راية شرعية وولي الأمر المسلم بشروطه المعروفة. ومن عقوباته في الدنيا، يعني من عقوبات الشرك في الدنيا، أنه لا يرث ولا يورث، لا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثونه، وأنه لا يتزوج بامرأة مسلمة، لا يزوج ولا يجوز أن يزوج، ولا يغسل إذا مات، ولا يكفن ولا يدفن ولا يقبر في مقابر المسلمين، ولا يدعى له بالرحمة، ولا يدخل المسجد الحرام ولا حدود الحرم لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما العقوبات التي يعاقب بها المشرك عند موته فإن ملائكة العذاب تسلط عليهم بالضرب عند الموت فتضرب وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، وأن أرواحهم تنزع نزعا بعنف وشدة، وأن ملك الموت يقول لروح المشرك الكافر أيتها الروح أو النفس الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرينه أخرجي إلى سخط من الله وغضب وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، نسأل الله العافية والسلامة. وأن روح المشرك إذا عرج بها إلى السماء تغلق دونها أبواب السماء. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وهذا عقاب عظيم. ثم ذكر في حديث البراء بن عازب أن روحه تسقط إسقاطا، فتسقط روحه إسقاطا حتى تصير إلى القبر فيعذب فيه إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل في مسند الإمام أحمد بطوله، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه بوجه من الوجوه. ومما يدل على أن المشركين يعذبون في قبورهم إلى يوم القيامة ما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة. نسأل الله أن يجعل مقاعدنا وإياكم من الجنة، وأن يجعل مقاعدنا المعروضة علينا من الجنة. وفي رواية لمسلم: إن كان من أهل الجنة فالجنة، وإن كان من أهل النار فالنار، يعني إن كان من أهل الجنة فالمعروض عليه مقعده من الجنة، وإن كان من أهل النار فالمعروض عليه مقعده من النار. ومما يدل على عذاب المشرك في قبره إلى يوم النشور إلى يوم القيامة ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار وهو على بغلته ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، قال هكذا كان يقول الجريري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال: رجل أنا. فقال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انتهى الحديث. فالشاهد من هذا الحديث قوله: ماتوا في الإشراك، أي في زمن الشرك، أي في زمن الشرك وعبادة الأوثان والعياذ بالله. ومما يدل على عذاب المشرك في برزخه بعد موته إلى يوم القيامة ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة والنار، قال في ضمن ذلك الحديث: قال: ورأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. وقد ذكر أهل السير أنه كان أول من غير دين إبراهيم، وأنه أول من أدخل عبادة الأوثان إلى جزيرة العرب، وكانوا على دين إسماعيل، وكان أول من غير التلبية وأدخل فيها الشرك عند العرب. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف يوم كسفت الشمس. ومن عقوبة الله تعالى لمن أشرك به وعبد معه غيره أنه يتمنى أن يفتدي بأقرب الناس إليه وأحبهم إليه. قال تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه
ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وقال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو أن لك الدنيا وما عليها أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله تعالى: قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. وفي رواية للبخاري: أرأيت لو أن لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول الله تعالى له: قد أخذت عليك في ظهر آدم أو في ظهر أبيك آدم ألا تشرك فأبيت إلا الشرك. وفي رواية لمسلم: أرأيت لو أن لك ما على الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول الله تعالى له: كذبت، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. ثم إن المشركين بعدما يعانون من شدة الحساب يوم القيامة يمثل لهم أو تمثل لهم أصنامهم وما كانوا يعبدون، يمثل لهم ما كانوا يعبدون يوم القيامة، ويحشرون معهم إلى النار والعياذ بالله، ويخلدون فيها، لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيها ولا يحيون، كما قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والآيات التي تدل على خلود الكفار في النار كثيرة جدا. نكتفي بما تقدم، ففيها عبرة لمن اعتبر وعظة لمن اتعظ. ومن خطورة الشرك بالله سبحانه أن المشركين مع خلودهم في النار وعدم خروجهم منها أن أجسامهم تضخم للنار لتأكل لحومهم. فورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ضرس الكافر في جهنم مثل جبل أحد، وأن غلظ جلده مسيرة 3 أيام والعياذ بالله، وأن ما بين منكبي الكافر في النار في جهنم مسيرة 3 أيام، نسأل الله العافية والسلامة، لتأكل النار من هذه الأجساد وتتمتع بها والعياذ بالله، لأنهم فيها مخلدون، بعكس عصاة الموحدين الذين أصابتهم النار بذنوبهم أو ببعض ذنوبهم. الموحدون الذين يدخلون النار بسبب ذنوبهم التي ماتوا عليها بدون توبة، لكنها دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر ودون النفاق الاعتقادي الأكبر، فإنهم يحترقون فيها احتراقا حتى إذا صاروا فحما أذن فيهم بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر فبثوا على نهر عند باب الجنة يقال له نهر الحياة، على نهر في باب الجنة فيرش عليهم من مائه فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة كأنهم القراطيس في البياض. فهؤلاء أحرقتهم النار إحراقا ثم رحمهم الله وأذن فيهم بالشفاعة فأخرجوا إلى الجنة. أما المشركون بالله عز وجل الشرك الأكبر فإن الله تعالى لا يقبل فيهم شفاعة، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا تنالهم من الله رحمة، بل هم في النار مخلدون. ولهذا لم يشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أبيه الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه في النار،
ولم يأذن الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لأمه لما زار قبرها وأذن له في زيارتها، ولم يأذن له بالاستغفار لها، أذن له بالزيارة فقط. ولم يأذن الله تعالى لنوح عليه السلام بالشفاعة في ابنه، بل نهاه عن ذلك أشد النهي، كما في سورة هود، وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة ترهقها قترة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم الدين؟ فيقول الله تعالى: إنني لم أخزك. ثم يقول الله تعالى: يا إبراهيم، انظر إلى ما تحت قدميك فإذا هو بضيخ ملطخ. فيقول الله تعالى له: يا إبراهيم، هل هذا هو أبوك؟ أو هل هذا أبوك؟ فيقول: لا. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار والعياذ بالله. فهذه العقوبات المتنوعة في الدنيا والبرزخ والآخرة لمن أشرك مع الله في عبادته سبحانه. فالواجب علينا يا عباد الله الحذر والتحذير من الشرك بالله عز وجل، الذي هذه حاله وحال أهله والعياذ بالله. وتعريف الشرك هو دعوة غير الله مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وفي تعريف آخر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، كأن يجعل مع الله شريكا في الربوبية أو العبادة في العبودية أو في الأسماء والصفات، كشرك أهل التعطيل، كشرك فرعون والملاحدة الدهريين، وكشرك المجوس الذين يجعلون للعالم خالقين الظلم والنور، ويعبدون النار ويزعمون أن الظلام خلق الشر وأن النور خلق الخير. هؤلاء شركهم شرك في الربوبية والعياذ بالله، شرك وشرك في العبادة بأن يجعل مع الله شريكا في العبادة والدعاء والخوف والرجاء والمحبة والنذر والذبح. فهذه من الشرك أيضا، هذه الأنواع من الشرك في العبادة. وشرك في الصفات كتعطيلها وتحريفها وتشبيهها بصفات المخلوقين. والشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. والأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام: شرك الدعوة، وشرك النية والقصد والإرادة، وشرك المحبة، وشرك الطاعة والعبادة. شرك الدعوة أن يدعو غير الله، أن يدعو مع الله غيره، كأن يدعو حجرا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، أو ينادي مثلا الجن بأسمائهم، وينادي الأماكن التي كانت تعبد في أيام الجاهلية، فيقول: يا أهل كذا وكذا، افعلوا كذا وكذا بفلان. ينادي الأماكن التي كانت تعبد في أيام الجاهلية كالأحجار والأشجار والأمكنة والأضرحة، ويستغيث بهم من دون الله عز وجل. وهذا من الشرك الأكبر. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. وأما شرك النية والقصد والإرادة فهو أن يقصد بعمله غير الله، يقصد بعمله الدنيا فقط، لا يريد به وجه الله ولا الدار الآخرة، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وكما في حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم نار جهنم أو تسعر بهم نار جهنم: أحدهم مجاهد ولكنه جهاد لغير الله، والآخر يعني متصدق ولكنه لغير الله،
رياء والآخر قارئ ولكنه لغير الله أيضا رياء، كما في الحديث المشار إليه من حديث معاوية وهو في صحيح مسلم. فهذه هؤلاء ما قصدوا وجه الله ولا عملوا لله، إنما عملوا للدنيا وللرياء والسمعة والعياذ بالله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما شرك المحبة فهو أن يجعل لله شريكا في المحبة والتعظيم، يحبه كمحبة الله تبارك وتعالى محبة وتعظيما في الذل والخضوع والتعظيم، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. عبد العزيز سكر الباب، سكر الباب. والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أما شرك الطاعة فالمراد به الطاعة في المعصية أو الطاعة في التحليل والتحريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. أما الشرك الأصغر فكالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت في الألفاظ، مثلا ولولا الله وفلان وما شاء الله وشئت وما شاء الله وشاء فلان بالواو العاطفة، فهذا من الشرك الأصغر لا يخرج من الملة ما لم يعتقد الحالف أن للمحلوف به من العظمة مثل ما لله تعالى من العظمة، فإن اعتقد ذلك فهو يكون من الشرك الأكبر. إذا اعتقد أن للمحلوف به من العظمة مثل ما لله أنه مساويا لله يعني أو يعظمه كتعظيم الله وأعظم من الله، كما يفعل أصحاب القبور أن يحلفوا يعظموا أن يحلفوا بمشايخهم ويرون أنه أعظم من الحلف بالله، فهذا شرك أكبر أيضا. وأما الشرك الأصغر أو الشرك الخفي فهو نوعان أيضا: شرك حادث في العمل وشرك باعث على العمل. فأما الشرك الحادث في العمل فهو من الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، كأن يكون الشخص يصلي في المسجد فدخل عليه شخص يعظمه فزود في الصلاة من أجل أن يمدحه ويثني عليه، فهذا الرياء من الشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولا يبطل العمل من أصله، وإنما يبطل ما لابس من العمل. فالصلاة راء فيها، فالصلاة التي راء فيها تكون باطلة ولا تكون كأعماله أو ولا تبطل بقية الأعمال، يعني بقية أعماله التي ما راء فيها تبقى يعني صالحة، أما العمل الذي راء فيه فيبطل ولا يبطل عمله كله، فهذا شرك أصغر. وأما الرياء الباعث على العمل والعياذ بالله وهو رياء المنافقين، الرياء الباعث على العمل أن لا يكون له نية أن يصلي ولا يحب الصلاة ولا يريد أن يصلي، ولكن جاءه شخص يعظمه أو يخافه أو يخشى من كلامه عليه فقام يصلي من أجله وهو لا يريد ذلك أصلا، وإنما فعله من أجل هذا الشخص رياء، فهذا رياء المنافقين يحبط العمل من أصله والعياذ بالله، وإذا مات عليه يكون من المنافقين الذين هم من أهل الدرك الأسفل في النار، من أهل الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم لا يحبون الله ولا رسوله ولا يصلون من أجل الله، يعني هم يعني يخفون أعمالهم، إذا اختفوا عن أعين الناس فهم كفار يعني لا يصلون والعياذ بالله، فهؤلاء لا يصلون إذا غابوا عن الناس،
إذا اختفوا عن أنظار الناس فهم يعني يتركون الصلاة ويفعلون الأفعال هذه التي يعني هي من الشرك، فهم كفار مشركون والعياذ بالله، ولكنهم يظهرون للمؤمنين الدين خوفا على دمائهم وأموالهم، نسأل الله العافية من سخطه وعقابه سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية من ذلك، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والاستقامة سبحانه وتعالى. أما يعني ما يتعلق بالسحر، أما السحر فهو أيضا كفر أكبر وشرك أكبر وضلال في العقيدة، وهو من نواقض الإسلام العشرة العظيمة التي يهدم الدين. السحر والعياذ بالله هو وإن ذكر مستقلا عن الشرك إلا أنه كفر وشرك، لأنه مبني على عبادة الشياطين، وهو من نواقض الإسلام العظيمة العشرة التي تهدم الدين وتبطله وتفسده، لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الشياطين والذبح لهم والنذر لهم وبأنواع يعملونها تقربا للشياطين وعبادة لهم من دون الله عز وجل. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وجه الاستدلال من الآيات الكريمات على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه والعمل به، وأن الساحر يكفر، وأن الله ذكر يعني وجه ذلك يعني أن الله ذكر أن الشياطين كفروا بسبب تعليمهم للناس السحر، وتعليمهم للناس أيضا ما أنزل على الملكين ببابل، وهو نوع من السحر أيضا. والوجه الثاني من الاستدلال أن الذي يأتي إلى الملكين ببابل عندما يطلب منهما أن يعلمه السحر ينصحانه، إذا جاء هذا إلى هاروت وماروت يريد أن يتعلم منهما السحر يقولان له إنما نحن فتنة، وينهيانه عن ذلك ويقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني تعلمك السحر يعني يكون كفرا، فإن أبى إلا أن يتعلم السحر علماه وكفر بذلك والعياذ بالله. والوجه الثالث من أوجه الاستدلال من هذه الآيات قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني نصيب، فدل على أن من لم يكن له في الآخرة نصيب أنه كافر. الوجه الرابع من الاستدلال قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله لو كانوا يعلمون، فهذا دليل على أنهم في حال تعلمهم السحر انتقض إيمانهم وبطل إسلامهم ولم يكونوا مؤمنين والعياذ بالله، فكانوا بذلك كافرين والعياذ بالله. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن وصححه الألباني عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة
أربعين يوما. وفي الصحيحين يعني الرواية التي في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم كانوا يحدثوننا بأشياء فتكون حقا. قال: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه، فيعني في أذن وليه، فما تقرقر الدجاجة، فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون. وفي رواية: يكذبون معها 100 كذبة. فعلى هذا فعلم من هذا أن السحر من أعمال الشرك والعياذ بالله، من أعمال الشياطين، وأنه كفر وضلال، وأن الشياطين لا تستجيب لهم حتى يعاهدوهم على الكفر بالله والشرك به والذبح لهم والنذر لهم، وعلى أنواع من الكفر تأمرهم به الشياطين، مثل التحذي والعياذ بالله بالمصحف والدخول به الحمام، فعند ذلك تخدمهم الشياطين وتستجيب لهم، ولكنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، بل كيدهم ضعيف مدحوظ باطل، وهم في الآخرة من الخاسرين إذا ماتوا بدون توبة. قال تعالى: ولا يفلح الساحرون. وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، بل كيده باطل، وقد ينعكس عليه ضده إذا وجه بالعلم، إذا قوبل بالعلم وقراءة سورة البقرة والأدعية والأذكار الشرعية والتعوذات بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، فإن كيدهم يبطل. وقد عد كثير من أهل العلم السحر من نواقض الإسلام 10، عدوه من نواقض الإسلام 10 المجمع عليها. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته نواقض الإسلام: 7 من نواقض الإسلام السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الآية. قوله: ومنه الصرف، أي من السحر صرف الإنسان عن حاجته التي يحبها أو زوجته أو اتجاهه الذي يريده أو يكره إليه شيئا كان يحبه بواسطة السحر والعياذ بالله، فهذا يسمى صرفا. قوله: أو العطف، هو بعكس ذلك، يعني أن يحبب إلى الشخص شيئا كان يكرهه بواسطة السحر وعمل الشياطين. وتعريف السحر هو نفث وعقد ورقى ينفث فيها ويعقد، تفرق بين المرء وزوجه وتؤثر في العقل وفي العقول والأبدان وتمرض وتقتل، وتفرق بين المرء وزوجه، يعني هذا بقدر الله وإذنه الكوني لا الشرعي، أما الشرعي فهو يحرم ذلك، وتفرق بين المرء وزوجه. وشرعا يعني تعريفه شرعا هو ما خفي ودق سببه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني القدري الكوني لا الشرعي. أما إذن الله الشرعي فإنه تعالى يحرم السحر ويجعله من الكفر والعياذ بالله، أما إذنه سبحانه وتعالى الشرعي فهو يحرمه ويبغضه ولا يرضه، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقد تنوعت أعمال السحرة ودجلهم وسحرهم وشعوذتهم وسحرهم لأعين الناس بأنواع من الشعوذات، وسحرهم لأعين الناس ولأبدانهم وعقولهم، فمنهم من يري الناس أنه ذبح شخصا ولم يذبحه، أو أنه دخل النار وأوقد على جزء من بدنه، إما يده وإما رجله وما شابه ذلك، يري الناس أنه أوقد
على جزء من بدنه ولم يفعل ذلك، وإنما هو سحر لأعين الناس. ومنهم من يري الناس أنه أوقد على جزء من بدنه ولم يفعل ذلك، ومنهم من يري الناس أنه دق عينه مثلا بأسياخ الحديد والعياذ بالله وهو لم يفعل ذلك ولا يستطيع ذلك، إنما هو على سبيل التخييل. وكما كانت يعني أعمالهم دائما أنهم يلبسوا على عوام الناس والعياذ بالله، هذه بعض أفعال السحرة كما كانت، ولم يتأثر يعني أنه يعيد بعد ذلك، يعيد مثل عينه، يري الناس أنه دق عينه وتأثرت ثم يعيدها كما كانت يعني في أعين الناس، وهذا إنما سحر أعينهم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ومنهم من يري الناس أنه أكل القزاز ولم يفعله ولا يستطيع ذلك، بل هو تعمية على أعين الناس، تعمية على الأعين من قبل الشياطين. فهؤلاء السحرة خطرهم عظيم أيضا، وهم يعني في الحقيقة وأكثر ما يقعون في الأماكن النائية البعيدة عن العلم، وأكثر منابع السحر ومواطنه، وأكثر ما ينبع السحر من منابعه ومواطنه ومصادره أنه من اليهود والرافضة والصوفية الحلولية وأهل وحدة الوجود، أكثر من يستخدم هؤلاء السحر والعياذ بالله، أكثر هؤلاء الملاحدة يستخدمون السحر، أكثر مصادر السحر من قبلهم والعياذ بالله، والشعوذة نسأل الله العافية. وهم دعاة كفر وشرك، وهم من الدعاة إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه سبحانه وتعالى، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون سبحانه وتعالى. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني من الشرك والإثم والعدوان. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى: وإنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى عاقب الذين لا يؤمنون بأن جعل لهم الشياطين أولياء مثل السحرة والكهان والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فالشياطين أولياء لكل ساحر وساحرة، وكل كاهن وكاهنة، وكل خبيث وخبيثة، ولكن إذا أفضوا إلى الآخرة لم يكن لهم هناك من نصيب، لأنهم كفار لم يكن لهم نصيب في الآخرة والعياذ بالله، إذا ماتوا بدون توبة لم يكن لهم في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. والسحر والسحرة والكهان لا يسمون على الذبائح التي يذبحونها، بل يذبحونها تقربا إلى شياطينهم وجنهم، لأنهم دعاة شرك وكفر بالله عز وجل. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والشياطين تتنزل على السحرة والكهان والعياذ بالله وتخدمهم وتأتيهم بالأشياء وتخدمهم في أشياء يعني يستخدمونهم فيها، يعني الشياطين والعياذ بالله تنزل على السحرة والكهان وتواليهم وتأتي لهم بالأشياء وتخدمهم بأشياء يجعلها الله تعالى فتنة
لمن أراد الله فتنته، كما قال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وفي صحيح البخاري عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رعدة، أو قال رجفة شديدة، كالسلسلة على الصفوان، فيخرون الملائكة سجدا لله عز وجل، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيسألونه: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم: قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع، هكذا بعضهم فوق بعض. وصفهم سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه. قال: فيلقيها فيسترقها مسترق السمع، فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، فيكذب الساحر أو الكاهن معها 100 كذبة. فالسحرة والكهان أولياء لكل شيطان، أولياء لكل شيطان مريد، قساة القلوب لا يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى. فهم قساة قلوبهم نجسة بالشرك الأكبر، قد استولت على قلوبهم القسوة وأفكارهم يعني استولت عليها الغفلة، فهم كفار والعياذ بالله، ظالمين لأنفسهم وظالمين للناس، بئس للظالمين بدلا. قد اعتاضوا بولاية الله سبحانه وتعالى واستبدلوها بولاية الشياطين. يسحر أحدهم لأمه وأبيه وأخته وأخيه وابنه وابنته، قد باعوا حظهم من الله والدار الآخرة بولاية الشيطان الرجيم. فهذه هي الموبقة الثانية من 7 موبقات، وهي السحر. الموبقة الثالثة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهي نفس المسلم المؤمن، نفس المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله العافية والسلام. وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الصحيح عن أبي هريرة، بل في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وفي الصحيح أيضا: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فجريمة القتل بغير حق موبقة من أعظم الموبقات والعياذ بالله، التي توبق صاحبها في النار. وأكثر من يتجرأ عليه أهل الجهل وأهل القلوب الغاسية الوحشية من الروافض والخوارج وغيرهم من الجهال ومن الظالمين. الموبقة الرابعة وهي موبقة أكل مال اليتيم. قال تعالى:
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكفى بهذا وعيد على هذه الموبقة. الموبقة الخامسة أكل الربا. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وفي صحيح البخاري في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آكل الربا يسبح في نهر الدم، في نهر من دم، ويلقم الحجارة. فهذا من أعظم أنواع الوعيد الشديد على هذه الموبقة العظيمة، موبقة أكل الربا، والعياذ بالله. فعلى كل مسلم أن يجعل تقوى الله أمام عينيه، أن يحذر من البنوك الربوية التي ترابي، نسأل الله العافية. الموبقة السادسة هي الفرار من قتال الكفار يوم الزحف، يوم الزحف للقتال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الموبقة السابعة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فهذه من أواخر الآيات التي نزلت في تبرئة أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مما رموها به المنافقون. فبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات بهذه الآيات. برأها الله تعالى بقوله: إن الذين جاءوا بالأفك عصبة منكم، إلى قوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وأعظم المحصنات المؤمنات الغافلات عن الفواحش أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، سائر زوجاته صلى الله عليه وسلم، سائر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن رماها بعد نزول هذه الآيات أو رمى واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر مرتد عن الإسلام والعياذ بالله، مكذب لله ولرسوله، كالروافض مثلا وغيرهم من المنافقين، من سلفهم من المنافقين، كعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي تولى كبره وأعد الله له عذاب عظيم، وأعد الله له ولأمثاله عذابا عظيما، عذابا عظيما في الآخرة. فرمي المحصنات العفيفات المؤمنات في مقدمة
وفي مقدمتهن عائشة رضي الله عنها، رميهن بالفاحشة من أعظم الموبقات. فأما رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر ورد عن الإسلام وتكذيب لله ولرسوله، وأما سائر المؤمنات فهو فسق ما لم يأتي بأربعة شهداء يشهدون على أنه رآها وهي تزني. فإذا لم يأتوا بالشهداء يعتبرون من الكاذبين كما في الآية الكريمة، فهو يعني فاسد ما لم يأتي بأربعة شهداء، وحده أنه يحكم عليه بالفسق، يعني ويحكم عليه بالفسق ويجلد 80 جلدة، حده أن يجلد 80 جلدة، فحد القاذف أن يجلد 80 جلدة وترد شهادته ويحكم عليه بالفسق إلا إذا تاب وأصلح، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. انتهى ما يسر الله من الكلام على هذه 7 الموبقات في هذه الليلة، ليلة الأربعاء مساء يوم الثلاثاء الموافق في التاريخ 20 في الأيام 21 في الليالي من شهر جماد الآخرة لعام 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يرفع عنا هذا الداء، هذا الوباء، وهذا يعني هذه الأمراض كورونا. نسأل الله أن يرفعها عنا وعن جميع المسلمين، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يجزيهم عنا خير، وأن يجزي أطباءنا خيرا، وأن يوفقهم ويثيبهم على توجيهاتهم ونصحهم. نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.